هلا يا قمري الوادي عسل احبابك العاده يذكروني ولا هم نسوا العادات واذا هم ما يريدوني انا مالي بامراض ترى الحب مصلحه وطمع واراده شو حاضرين ابو احمد زلع ظلامك من قد الوادي عسل احبابك العاده يذكروني ولا هم نسوا العادات واذا هم ما يريدوني انا مالي بامراد ترى الحب مصلحه واطماع وارادات رعى الله عهد في قلبي لهم قصر الهوى الشاده معاهم بالرخا واقف وبالشدات انا بمحرابها خليت لي سبحه وسجاده وبذكرها بالركعات والسجدات انا مجبور في ام العيون السود وزياده تعبت النفس بالراحات والجيات أنا بمحرابهم خليت لي سبحة وسجاد وبذكرهم بالركعات والسجدات تعبني صاحبي يا ناس ونشكي صد وعناد عودني على البلوات والصكات وصرت البيرها عطشان ولما شفت ورادة بغيت أشرب ودالوا لي زمانك فات وأجريت القلم لما نشف يا نادر مدادة ولكن الأمل في واسع المدادة ودعت قلبي مع الأحباب الهم بيحفظون ودعت قلبي مع الأحباب الهم بيحفظون ولا ترى الناس كل من غاب عنهم ما يذكرون يا كم وكم خلي صادق بعد ولا وفي عاد وبعد ولا وفي عاد يا ابو احمد انا ودعت قلبي مع الاحباب هل هم بيحفظون ولا ترى الناس كل من غاب عنهم ما كم وكم خل عشركم وبعد ولا وفي عاد وبعد ولا وفي عاد Thank you.
ابوي من عشرة الكذاب عشرة غير مضمون يا ابوي من عشرة النصاب عشرة غير مضمون سمعت من كلمته مطاب ومواعيد مسهول لكن اذا دعيت وعاتبت وهو يزعل ويهجر بدون اسباب عشرة غير مضمون يا ابوي من عشرة الحيال عشرة غير مضمون سمعت من كلمة مطاب ومواعيد مسهول لكن إذا دعيته وعاتبته يهجر ويقفط بدون أسباب عشرة غير مضمون سمعت من كلمته مطاب ومدري القلب وشلون إذا دعيته وعاتب يهجر ويزعل بدون أسباب يا حسن يهجر ويزعل مخاب ومواعيد مسهول وباب ودينهم باقي والله انا ما قفلت الباب والله انا ما قفلت الباب
I'm not.